أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين لكم حلقة جديدة طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البت أحمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهاردة عاملين لكم حلقة جديدة وحلقة قيمة، وقام تعرض للحلاق قلت له أنا بتمنى وبتفرح عامل لي اللوجو في دماغي. المهم يعني ما علينا، يعني أصدقاء العزيز معنا اللزاز، يا ريت الموضوع يبقى لطيف معاكم والقصة دي تبقى واكلة معاكم. والنهاردة هي حلقة مميزة لأن احنا هنتكلم عن حد مميز، وحد هو من أفضل فناني جيله، وهو من جيل هو للأسف بيعاني على مستوى الإنتاج، فبالتالي فكرة وجوده وتميزه هو طفرة في ضوء اللي هو بيقدمه، وهي طبعا الفنانة الكبيرة واللي بنحتفل بمرور 10 سنوات على بداية مسيرتها، الفنانة كارمن سليم. الفنانة كارمن سليمان أصدرت أغنية بعنوان يا جمالك، وده طبعا احتفالا بمرور 10 سنين على مسيرتها، من كلمات وألحان عزيز شفعي ومن توزيع نوفو وعيسى وأسود وميكس وماستر طبعا البشمهندس ماهر صلاح. عايزين كده يعني ما تيجوا نسمع حتة من الأغنية. قبل ما نتكلم على الأغنية احنا محتاجين نتكلم شوية عن كارمن. كارمن اللي معظم اللي بيسمعوها ومعظم اللي شافوها وهي بتبدأ هم حسوا ان هي كبرت معاهم، حاسين ان هي اختهم، بنتهم، قريبتهم. اي فنان بيبدأ من سن صغير وبيبدأ يكمل مع الناس، الناس دايما بتشوف بتحس ان هو كبر معاهم. كارمن حالة مميزة لان هي ظهرت في فترة صعبة عن طريق احد برامج المواهب، ومن خلال البرنامج ده هي قدرت تستمر، قدرت ان هي تشق الطريق في فترة صعبة جدا على مستوى الانتاج، قدرت ان هي تستغل قبولها الكبير، قدرت ان هي تستغل صوتها وتطوعه لمشوار خاص بيها هي بس. اللي بيمتلك موهبة كارمن بيبقى قدامه تحدي من اتنين، يا اما بيروح لفكرة ان انا بغني الحاجات القديمة وببقى اسير بقى للكلثوميات والاغاني القديمة، طبعا مع احترام الشديد للناس دي اساتذتنا وهم بيمثلوا تراثنا كمان، ولكن انت لازم يبقى ليك بصمتك، انت لازم تتحرر. الفنانة امال ماهر تحررت من عباءة ام كلثوم فبقت امال ماهر، الفنانة ريهام عبد الحكيم ليها الاغاني بتاعتها، الفنانة مي فاروق ليها الاغاني بتاعتها. فمش معنى ان انا اكون عندي قدرات صوتية مذهلة ان ده يخليني حبيس للاغاني القديمة، او الناس تبقى شايفة ان انا لما اقدم اغاني قديمة ده بطاقة اعتماد لموهبتي. لكن احنا عندنا حالات زي الفنانة انغام، زي الفنانة شيرين، هم ليهم بصمتهم وليهم الشكل اللي بيقدموه. كارمن قدرت تكون هي الرائدة في جيلها في الحتة دي، قدر يبقى ليها اللون الخاص بيها، قدر يبقى ليها الاغاني اللي بتعبر عن جيلها بقدرات صوتها اللي يقدر يأدي القديم ويقدر يأدي الجديد، وفي نفس الوقت بألحان لطيفة، توزيعات لطيفة بتعبر عن جيلها وبتعبر عن المعطيات بتاعة العصر اللي هي بتنتميله، وفي نفس الوقت بشكل موسيقي متميز جدا جدا جدا. كارمن موهبة فطرية، هي بتذاكر وبتعمل كل حاجة، تحاول ان هي تطور نفسها وده عظيم، تحاول ان هي تسمع كتير. يعني انا طبعا بتربطني علاقة شخصية بكارمن فانا بتابع ده، هي طول الوقت بتسمع حاجات جديدة، تسمع حاجات من برا مصر، تسمع حاجات جوه، ده بيثري الودن. وفي نفس الوقت مش معنى ان انا اكون بسمع حاجات مختلفة ان انا يكون ذوقي نخبوي فبالتالي اللي بقدمه يكون نخبوي، لا، انا لازم اقدم حاجة تكون قريبة من المستمع، تكون قريبة من اللي انا بقدمه. انا المستمع ده بالنسبة لي هو زبوني، هو الزبون بتاعي، اللي انا بقدم له المحتوى اللي هو بيبقى بالنسبة له مرضي. ممكن انوع محتوايا لو انا عايز اوسع القماشة بتاعة الناس اللي انا بستهدفهم، بس في نفس الوقت لازم اعرف انا متوجه لمين، ودي حاجة كارمن متميزة فيها جدا لان هي عارفة هي بتوجه شغلها لمين بالظبط من المستمعين. نيجي بقى لاغنيتنا بتاعت النهاردة، وهي اغنية يا جمالك، وهي الغنوة لطيفة جدا لأكتر من سبب. أولا هي كلمات وألحان عزيز شفعي، بوجه له التحية، وهو الراجل زي ما قلنا هو خلاص الستايلست الشاطر اللي عارف بيلبس مين إيه، فهو قدر يعمل لكارمن أغنية تغني فيها بأريحية، تطلع فيها مش هنقول القدرات المهولة لصوتها، لا، الأغنية تطلع فيها الغنى اللي يناسبها بشكل جروفي، بشكل مناسب للإيقاع اللي ملعوب، بجمل قصيرة تلزق في الودن بحيث إن اللي يسمعها يقدر إن هو يتوحد مع الأغنية بسهولة. اللحن من مقام الكورد اللي بيقول ري مي فا سولا سي دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري، يا جمالك يا جمالك دلارا لارا لارا،
ده المقام بتاعنا. نيجي للتوزيعة بتاعت نوفو وعيسى وأسود. أنا طبعا مش عارف مين نصيبه إيه في التوزيعة، ولكن إجمالا اللي أنا سامعه فيه حاجة لطيفة جدا. أولا أنا سامع مزيكا هي تعتبر بتنتمي لجيل أصغر مننا إحنا شوية، والجيل ده هو ليه صوته وليه طعمه اللي هو بيقدمه بكل تميز. هي الغنوة تعتبر ريجيتون، وده ستايل لاتيني، لاتيني يعني متطور شوية، بس في نفس الوقت احنا بنلعب اللعبة بتاعت Love No Entity، اللعبة بتاعت البخت، اللي هو الأصوات اللي في الباك جراوند أصوات حالمة، أصوات فيها ريفيرب وديلي كتير، اللي هي الأصوات العريضة اللي فيها صدى صوت. سمع أدليبس، الأدليبس دي اللي هو الأصوات الشعوازة اللي ورا والحاجات دي، دي اسمها أدليبس عشان برضو نوضح للناس. فهي الفكرة ان هم قدروا يوظفوا الأصوات دي بشكل لطيف. وعجبني كمان ان كارمن في أدائها ما كانتش متكلفة. ليه؟ لما يكون الاداء متكلف ده هياخد ودني، فده مش هيخليني اسمع التفاصيل اللي ورا. فحلو ان انا كفنان يبقى عندي من الوعي ان انا افضي مساحه للحاجات التانية اللي بتحصل. انا في الاخر انا بطل العمل، بس انا جزء من العمل. يعني انا مثلا كاني بعمل فيلم للافنجرز، فانا مش هقعد امثل بقى واعمل كده واعمل وبتاع واضيع بقى الجرافيكس اللي حصل. فهو حلو ان يبقى الموضوع على بعضه متكامل ويكون لطيف بالنسبه للمستمع. بالنسبة للميكس والماستر برضو المهندس ماهر صلاح أنا بوجه له التحية، هو قدر إن هو يطلع صوت زي ما قلنا قريب من الأصوات الحالمة اللي طلع موضة زي أغنية Love No Entity، بس في نفس الوقت أنا محافظ على الريجاتون اللاتيني، فالأصوات مش معظمة زي الريجاتون ولا حالمة زي الستايل الجديد. هو قدر يعمل توليفة لطيفة بين ده وده عشان يطلع لنا في الآخر أغنية يا جمال. أنا الأغنية بديها 8/10، وشايف إن هي غنوة متميزة جدا وغنوة لطيفة جدا، وألف مبروك لكارمن ولكل فريق العمل. ويعني بنتمنى حاجات تكون أكثر تميزا من كده، وبنتمنى إن هي تكون حاجات مختلفة عن كده، لأن هي كارمن هي قوة مشروعها في صوتها. هي صوت متميز، صوت موهوب، صوت يستحق الدعم وسط مش هقول انعدام مواهب، لكن وسط فترة صعبة جدا يطلع فيها مواهب جديدة. فإحنا يعني انا سعيد باللي كارمن بتقدمه، في نفس الوقت مستني منها حاجات تبقى اكثر جرأة من كده، تجرب حاجات جديده، تجرب مزيكا جديده. احنا مش خسرين حاجه في الاخر، وكل ده في مصلحه المستمع. دي كانت طبعا نهايه حلقه تحليل النغمات مع عمك البات احمد نادر انا البات. وطبعا احنا داخلين على رمضان بقى يا جماعه، فايه فنظبط بقى كده مع بعض، نظبط ونركز بقى عشان احنا داخلين على ايه، على فتره يعني ربنا بقى يقوينا ونعرف نصوم بقى، مش عارف حر ولا برد ولا نام يعني. ما علينا، سلام عليكم.